رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، والتحق بنا ضيفنا اليوم في زون ميكس اللاعب السابق للترجي، كذلك اللاعب المنتخب التونسي ولاعب نادي ابها السعودي سعد بقير. هلا بيك سعد. مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين. شنو حوالك؟ شنو الامور؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. باهي سعد، اول سؤال خلينا نساله لك، علاش قلت قليل الظهور الاعلامي حتى في المقابلات ما تعداش من زون ميكس، ما تعطيش تصريحات؟ شو منك انت ولا علاش بالضبط؟ ليه ما فهمش غير سبب، معناها هذايا شو مني انا، ماذا بيه معناها نخدم انا بسكريات من غير ظهور، معناها من غير ما نظهر في العالم برشا، اختيار عادي، معناها ما نحبش نظهر في العالم برشا، نحب انا كان في تيران نظهر. يبيل هالجمهور يحب يسمعك زيد. اي ساعات يظهر واحد مش ديما. باهي نبداو من الاول بالكل سعد، لو كان تحكي لنا على البدايات في اتحاد تطاوين هكا ولا؟ هاي بدايتي نتاعي كانت في تطاوين وانا صغير، معنا في المينيم، مشيت الجابس في الكادي 2010. في تطاوين كيف جاتك الفكره باش تعمل تيست مثلا في الاتحاد ولا؟ لا ما عملتش نلعب في الليسي، وجاو تفرجوا فيا، معنا نلعب معنا في الليسي تفرجوا فيا، قالوا لي راه علاش ما تجيش معنا؟ ما غير تيست ديريكت دخلت؟ لا ما غير تيست ديريكت دخلت، ومن بعد مشيت الجابس، معنا يعرفوني نلعب ضدهم وكل شيء. مشيت بالبداية متاعي، مازلت معناها بديت في الملعب الجيمس، ومن بعد معناها بديت البداية مع السنيور، وبديت معناها البطولة. تألق كبير في ملعب الجيمس، جاوك برشا عروض وقتها بعد؟ وقتها جاو برشا عروض، ومعناها وسي صابر جماعي مازال معناها موجود نجم وغارت سالوه السؤال الأول غير ما جاني حكى معايا، قلت له معناها كان فما معناها الأوفر من إسبيرونس نمشي، كان أوفر من جامعات أخرين، مع كل احتراماتي جامعة تونس الكل، راني معنا ماذا بيا نلعب في الاسبيرونس، خاطر بحكم معناها لعبت برشا جولات لعبوا في الاسبيرونس، لعبت معاهم، ومعناها روح حكاو لي معناها الجو في الاسبيرونس كيفاش العيشه في الاسبيرونس. مشيت لسي صابر جماعي، وكان هو يسمع فينا زادا، مشيت له قلت له راني انا كان جاك اوفر من الاسبيرونس نمشي من غير ما نخمم. معناها كنت رافض اي نادي اخر تلعب؟ اي نادي اخر من غير ما يقول لي معناها الجمعيه غير شكون وقداش فلوس وكل شيء، من غير ما ندخل في التفاصيل هذيك الكل، قلت له كان جاء اوفر من اسبيرونس نمشي، كان ما جاش اوفر من اسبيرونس يعني غير ما زلت في جيبس. معناها انت صغير مكشخ كنت؟ مكشخ 100%. من اللي صغير. لا باش نوضح التصويره اللي خرجت لي انا في جمهور الكلوب هكا. بالضبط. التصويره هذيك وقتها في الكيم ناسيونال معناها اولمبيك، كنا ريستاج يا اخي اللي يلعب في النادي الافريقي سيف لحول ونادي الغندري يلعب وقتها معناها المصري، قالوا لي هاي اجي اتفرج. مشيت تفرجت عادي معناها، وكيما انا كنت نتفرج برشا غير ماتشات تعجيمات اخرين، نورمال نحب الكوره نتفرج على ماتشات الكل. بالكش كانوا يلوذوا فيك وقتها حبوا يجيبوا يهزوا؟ لا وقتها مازال بكي. باهي شكون جابك وقتها؟ شكون اتصل بيك؟ كيفاش صارت المفاوضات مع الاسبيرونس؟ مع الاسبيرونس اتصل بيا سرياد بن نور وليد العالم، تفاهم مع سي صابر جماعي معنا باش نتقابلو، وتقابلنا وتفاهمنا، ما لقيتش معناها ما طلبت معناها، لا حكيت في امور فلوس لا حد شيء، قالوا لي راك تشتغل في الاسبيرونس، جيت فرحان بديت نلعب في الاسبيرونس، اعطيني معناها نلعب من بعد الحاجات الاخرى توجيهم بعد. باهي خلينا نجيو لليوم. اليوم في 13 مقابله اللي كيف نتاعك نادي ابها السعودي رابعه مع نادي كبير اللي هو الاهلي السعودي، وراي كيبيت كيما النصر السعودي والهلال، الكيب سجلت 21 هدف ورقم مهم هذا اللي تو باش نحكيو عليه. انت ساهمت 9 اهداف، سجلت 5 وعملت 4 اسيست، كان اشغالتك هكا ولا؟ سجلت 6 بونتوات و4 اسيست، 10 مساء. معناها بريسك اشتغل البندويت فهم فيهم انت، واكثر هداف في الاكيب بعدك يجي اندريا لاعب منتخب مدغشقر، رغم اللي انت متوسط ميدان لكن اول هدف له في الاكيب. كما كنا نحكيو في الوفق بليك غالي، ويلمك الهوايه نتاع السعوديه؟ والله يا ريت الهوايه، معناها الحقيقه مرتاح فيه برشا بحكم البلاد اللي نعيش فيها في السعوديه، معناها مش كما في الرياض وجده معناها سخونه ديما بارده، بالعكس جايه معناها ارض الفوق، معناها غير مرتاح غادي نتصور هذاك، معناها غير سبب من الاسباب اللي خلاني معناها باش نقدم معناها المباريات معناها اللي قدمتها تاعو. تألق كبير في فترة أخرى كما قلنا، ماتش قبل الأخر هل لعبت مع فاروق؟ ماركيت له هكا؟ مع فاروق ومست حكيت له قبل الماتش بعد لا رجاء معناها غنحكيو ديما حتى في كيما السنوال غنحكيو ديما، معناها نقول له معناها أنا باش نلعبوا باش يجيب حدايا مرة تلعبها باش نفرح بيك، وفرحت به معناها، وبالعكس بعد الماتش بدلنا معناها بالمراول، وفاروق بالعكس معنا فاروق اخويا، وفاروق من احسن معناها الحراس السعوديه، ممكن احنا معنا ممكن معنا في تونس ما تسمعوش عليه برشا، لكن معنا في السعوديه يعني عم ناوي الخضير، هو جاي تحسن حاله في السعوديه بطبيعه، اسم غير كبير معنا في السعوديه،
معناها وفاروق من احسن معناها الحراس في تونس معناها سجلته وربحنا يا مولاه. متغشش عليك؟ لا متغشش كوره هذيك هي الكوره 90 دقيقه وتوف. الماتش الاخر ظهر اللي كان ظهر لي هو ضد ذمك ظهر لي سجل فيه الديربي نتاعهم كما نقولوا احنا ديربي اللي في جابس مستقبل جابس الملعب جابس زوج جمعيات ابها وذمك يعيشوا معناها في ابها معناها وعملوا اول معناها غرزي طلعوا معناها غرزي زوج مع بعضهم. هذا اول ديربي ربي معنا كما نقولوا احنا اللي في الناسيونال هذه بينا معنا نربحوا الحمد لله معنا سجلت معنا 3 اهداف سجلت 3 بونت وظهر من وقتها تحديث الناس الكل في السعوديه الصحافه الجمهور ظهر لي تبدلت ظهر لي حتى حياتك غاديه هما ربحوا لكم معناها الجمهور نتاعهم برشا معناها اللي تبع في الدوري غير السعودي وبطبيعه كي يسمع بواحد معناها سجل 3 اهداف في ديربي اول عام لي في السعوديه بطبيعه معنا باش تعرف بالبدا البريميت شنو؟ لا لا جاهم مني بي شنو الفرق ساعد بين البطولة السعودية والبطولة التونسية؟ لا فرق كبير من مش نقارن البطولة السعودية وبطولة تونس معناها نحكي لك معناها مش ما نحكيش معناها كجوارات حتى الجوارات السعودية معناها الجوارات تلعب في بطولات عالمية جابوها معناها لكن نحكي لك معناها على الترانات على الجمهور على الأقليم تاعهم على النظام معناها لا مجال للمقارنة كنظام معناها تشوف توا كيفاش ماتشوات تتفرج على ماتش الأخراني تاع الإسبيرونس المتلوي أنا نتصور كل شيء يجي كان معناها ماتش تاع الكورة كيما تفرجت على الإسبيرونس في الستاد في الستاد ما اللي في باردو معناها على الأرضية معناها لا مجال معناها لا مجال في المقارنة في معناها في الملاعب وفي النظام وفي العقلية نتاع الجمهور نتاعهم معناها يخسر ألعبة يخسر خمسة يسلموا على بعضهم يخرج أم لاعبين توينس فاضين رواحهم غادي لا بطبيعة كل معناها كلهم معناها فرحانين كما اللي يلعب في الاتفاق كما في الشباب كما في العدالة كما احنا في أبا فرحانين بينا بالبداية وعاملين اسم غير كبير معناها في السعودية ولا تموذة هذا اللي برشا من لاعبين توينس مشاو غادي حتى من الكيب ناسيونال فخر الدين بن يوسف كيف سامح حدادي وسامح الحدادي نحكيو حتى على ديفيزيون اللوت ديفيزيون 2 والثالثة كيف برشا توينس ولا موذة تحسها ولات في البريود الأخرى لا مش حكاية غير موذة لكن غادي نتصور اللي يلقاو معناها الراحه ويلقاو معناها انا مش حكايه غير فلوس راه اللي يمشي للسعوديه يمشي يلعب على الفلوس معناها حتى اللي يلعب في قطر وفي الامارات في الاوروبا معناها باش يمشي يلعب على الفلوس لكن انا في السعوديه معناها كملاعب كنظام كمستوى في الكوره معناها باش يتحسن الواحد ويطمح منها ديما خير وعلاش لا واحد معناها من السعوديه يحترف البلاصه اللي مخير من السعوديه. اي مساعد لعبت تحب تشوف من لعبيتنا في نيفو كبير في اوروبا كما نشوفوا محمد صلاح في ليفربول في محرز في مانشستر سيتي احنا علاش من لعبيتنا السعوديه يمشيوا علاش ما نخموش نمشيوا لاوروبا سعد؟ والله ريت نجم تكون السعوديه مرحله من المراحل اللي باش يتعدى بها الواحد معناها لاوروبا مش معناها معناها غير ماهيش لازمه معناها من تونس يمشي لاوروب ديريكت غير ينجم انا نشوفوا الملاعب اللي كان يلعب مع يوسف هذاك اللي يلعب تو مع مرياح هذاك يوسف العربي كان في الدحيل ما يعرف حتى واحد عمل له اسم في الدحيل لا كان لعب في اسبانيا اي لعب في اسبانيا ورجع معناها كي رجع يلعب اللي في قطر قالوا لعبت كل معاش يحترف معاش يحترف او عاود احترف معناها كل واحد وظروف اللي لقاها كل واحد وظروف و معناها ونتصور معناها عندنا برشا جولات في تونس نجم يلعبوا معنا فاسيل معنا في الاوروب. انت تخمم تعتبرها مرحله الاوروب السعوديه؟ بالطبيعه الواحد معناها اي واحد معناها باش يخمم معناها في مخير اليوم ما في ابها غدوه ما نعرفش في الهلال في النصر من بعد في الاوروب ما تعرفش عليها. انت اكيد تعرف مليح نادي الهلال لعب ضده شاهدت الماتش الاخر ديسبيرون ضد الهلال؟ بالطبيعه تفرجت وشدوني بعد الماتش غادي كيفاه يربحوكم واحد واحد بون معناها انا معناها الحاجة الوحيدة معناها تنقول معناها كيفاش ربحوا اللي الاسبيرونس ما جاتش في نهارها نتصور كان جات الاسبيرونس في نهارها معناها تربح بون صحيح معناها الهلال معناها تقويين معناها سيرتو معناها في الوسط نتاعها وفي الاتاك لكن معناها عندها غير مشكلة في الديفونس ممكن الاسبيرونس الاتاك تاع الاسبيرونس ما كانش في فورمة كبيرة الاسبيرونس افضل من الهلال معناها بالطبيعة الاسبيرونس افضل حتى لو الاسبيرونس مش افضل الاسبيرونس افضل ليه اعطينا بتقييم لا الاسبيرونس افضل انا ولا لا مش عاتي مش عاتي انا معناها كي نتفرج نشوف الاسبيرونس كيما نعرفها انا معناها في فورما معناها لا تربح على الهلال غير الهلال واي نادي معناها في السعوديه ما يربحهاش ما تشوفش مثلا الهلال ولا عمناوي ولا العين فاتونا شويه ساعدكم ميم ليكيبات هذوما ولا
مش حكيت في تونس على 90 دقيقه مش شيء وارد، حتى اي ضعف غير جمعيه في تونس نجم معنا في 90 دقيقه تربح، هذا معناها من اقوى جمعيات في السعوديه، انت 90 دقيقه اللي معناها اللي باش تكون فيها، فهمت؟ هاو الاسبيرونس جات في الماتش الثاني مع السد في فورما راحتها 6-1 6-2 دونك انت 90 دقيقه اللي باش تكون فيها حاضر، تكون في فورما ولا الماتش في فورما يا اخي الاسبيرونس بالحظ نتاع حزم شوات ما تكونش في فورما. حبيت تكون موجود الماتش هذاك؟ والله العظيم حبيت، اكثر ماتش حبيت نكون فيه موجود الماتش هذاك، لكن الغالب ديجا ما قصروش معنا، حتى الاولاد لعبوا معنا الغالب هذيك الكوره. كنت نجم تعاون كنت موجود، لازم نشوف سكور اخر مثلا. الله اعلم. انت ماركيت الهلال؟ ايوه ماركيت وعملت اسيست اول ماتش. لكن رهني معناك كما كنت نحكي لك، انت وانت انت و90 دقيقه هذه كمان تكون في فورم ولا مش في فورم. باه نحكيو شويه على الخروج نتاعك من اسبيرونس السعوديه يوم 1 جوان 2019، هكا ولا مفاجئ شويه كان لعبت مستناتوش بعد ماتش الوداد بالضبط في الليل، لعبت مازالت فرحانه بالتتويج، انت اخترت الوقت هذاك كيف جيت؟ اولا نحكيو من الاول كيفاش كان الاتصالات مع الابها وبعد تو نجيب بقيه التفاصيل. هي الحقيقه صححت قبل معناها ساعات في الجمعه ما بين الماتش لعبناه في المغرب والماتش اللي لعبوه في تونس، من بعد ما لعبنا في المغرب روحنا لتونس المرغود الحي معناها غير طلعنا وتفهمنا غير صححت في تونس ولا في السعوديه؟ لا صححنا لهنا في سوسه. عايش في سوسه؟ في تونس. بعيد على عيني بعيد على عينين. تفهمنا وصحيت وتفهمنا معناها ما تخرجش، التصوير كان بعد في نشاط الجزائري من اختياري انا، معناها قالوا لي لا لا بالشامبتوها فرحانين، قلت لهم راه اول شرط نحب نلعب الماتش نتاعي مرتاح من غير حتى شيء بيني انا وياك ساعات كل شيء، يوفى الماتش هبط التصوير اروح هذاك هو شنو صار وفين الماتش هبط التصوير. ما كانش نجم تكون فيها مخاطره لو كان خرجت التصوير قبل لا عاد انا هني يعني ولا عندهم كلمه؟ لا لا سي بون متفاهمين كلمه معناها مع لونترونور مع رئيس الجمعيه معناها اللي هو بصراحه رئيس الجمعيه محترم ومحترم معناها محترم بصفه غريبه معناها رئيس الجمعيه اللي في ابها بصراحه قال لي راه سي بون كلمه كلمه. هما كانوا في ستاج وقتها في تونس في سوسه ولا قبل الوقت؟ بعد جينا قبل جاو معناها من السعوديه باش صحوا يصحوا معايا صح انا ومشاو لروحهم جاو على بذمتك انت اي عاد ساعات فهمنا معناها تقبل بجمعتين، قلت لهم راني ما نجمش تنصحح معناها كل شيء في الجمعه هذيك حبوا هما من ماي لكن قلت لهم خلوني تو مركز على الشامبيونز ليج وقتها ربع نهائي ولا في ديمي فينال مع مازمبي نلعبوا قلت لهم نوصلوا جول فينال ومن بعد معناها اللي فيه الخير ربي سار فيه. باهي علاش نادي ابها؟ علاش نادي ابها؟ خاطر العروض اللي جاتني معناها مع النجوم تاعي معناها مع حمزه. حمزه الشيكو موجود الحي. موجود مرحبا به. جاوني معناها من الامارات ومن قطر ومن السعوديه، انا معناها غير التحقيقه معناها مش كذا بخاطر مشيت توا معناها للسعوديه ولا حاجه، انا معناها وديجا معز معناها يعرف انا ومعز بن شرفيه كنا معناها غير نتبعوا البطوله اللي في السعوديه مش نورمال معناها حتى قبل ما نمشي انا للسعوديه معناها عندي عليها فكره وكنت معناها ماذا بيا نكون موجود غادي. وقت جاتني عرضوا الفكره نتاعهم مدرب معناها تونسي عبد الرزاق الشابي معناها هو الستاف كله مع توانسة جات الفكرة هي اللي خلتني معنا باش نختار فريق أبها. مش حكاية فلوس؟ لا مش حكاية فلوس يا أخي، في الاسبرونس يلعب في الاسبرونس ما يخوش في الفلوس كنت غنجم نمشي ناخد مش نفس الفلوس ظهر المونتون اللي خلص صحيح ولا مليون دولار في عامين؟ الله أعلم عندك يا أخي، لا مش مليون دولار أكثر شوي، اما معناها اللي معناها حتى في الاسبرونس يلعب في الاسبرونس ياخذ فلوس، كان جيت معناها نحب نختار الفلوس نجي نمشي نلعب في قطر وجاني اوفر 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 في قطر اكثر ما اكثر لا علينا توصيت او المكتبش، لكن معناها كان جيت نحب نختار الفلوس خاطر شفت الفارق بين السعوديه وقطر معناها ككوره كريت معناها السعوديه خير دونك هذاك علاش مشيت للسعوديه. يعني مشيت للسعوديه مش على خاطر الفلوس، معناها كما كنت تلعب في ابها كما في اي جمعيه اخرى المهم تحب السعوديه معناها نحب السعوديه نحب نلعب في الشامبيون بتاع السعوديه. ما كانش فما حاجه من الوراء بسعد وقتها؟ لا وقتها من السعوديه وجيت من السعوديه ومن قطر ومن الامارات. عبد الرزاق الشابي كان عنده دور في الصفقه؟ ايش معناه كان عنده دور؟ ما عرفش هو طلبك مثلا حب عليك؟ ايوه بالطبيعه هو معناها اللي حب علي معناها اللي جاته الفكره مشى غير حكى مع النجوم تاعي
قالوا معنا ماذا بيه يساعد ما يعود في الإسبرونس يجي معنا وكل شيء ورحب بالفكرة و... ليش سأل وكذا عملك أنت حمزة تخدم معه من قبل ولا جاب لك بالعرض ذي لا نعرفه بعضنا من قبل معنا 4 سنين أكيد نعرفه بعضنا أنا من اللي كنت نعرف في الإسبرونس نعرفه بعض الكيب اللي حبت عليك زادة وقتها تبغالي نادي ضمك لما كنت لها ثلاثة يعني اللي مركت لها ثلاثة حبوا عليه ندموا أكيد بعد الله أعلم عدونا عايش من شيتش ضمك فلوس حاجه هكا لا مش حكيت فلوس راه في السعوديه ولا في قطر ماش فما غير فلوس وقتها يزمك معناها وين تمشي وين تختار حكيت مع الانترونير حكي لنا معناها على الجوالات اللي باش يجيبهم كل شيء رحب بالفكره خاطر ضمك يجيبوا معناها من تشيلي ومن البرازيل ومن الارجنتين واحنا معناها اللي في ابها دي الاجانب 7 من معناها من افريقيا تلقى جوز من المغرب ومعايا معناها العوادي وتزيري وواحد من نيجيريا معناها من فهمت من فريق مجتمع من البرازيل والارجنتين تعرش عليه عقليته وكيفيه وكيفاش يخامه وكل شيء احنا ديجا معنا كجروب معنا تقرب لبعضنا على الاخر معنا كجوالات نسكن محضة بعضنا معنا كل شيء نعمله ببعضنا معنا عائلة واحدة ذاك علاش شفت معنا النتائج معناها تنقدموا فيها توا في الشامبيونة ترجي ما استفادتش مادية من خروجك ترجي نصور استفاد معناها من الكروين خير من اللي مادية إيه ما كناش الزوز إيه الزوز لكن معناها صور الخروج متاعي معناها ما تغشش عليه حتى واحد كما معناها فرحتهم أنا كما 4 سنين تصور هما ما عرضوش عليك التجديد لا عرضوا عليه بطبيعة عرضوا عليه التجديد وحكيت مع سي حمدي في الموضوع وقتش حكيتوا في جانفي وقتش بالضبط لا مش في جانفي في أول مارس قبل ما تباشروا من نهاية العقد أي ما هو ورد بحكم معناها وقتها رحكيت 9 جوالات مع الفان كونترا اي ما نكيش تعمل تحكي معها مع بعضها مرة 9 امبوسيب فهمت يزن بالواحد بالواحد تحكي انا احكيه معي في مارس تجيل قدر ما عندي حتى مش وقتها تحكيه معي ما فهميش حكيت الحكاية دي بتاع السعودية ما فهميش جملة معناها وقتها من بعد معناها ربي سهل في السعودية ايك حكيتوا عليش ما جددتش وقتها ما تفهمتوش شنو بالضبط رو انا كواحد من الناس والله العظيم نضرب في اللغه لشيء ما نجمش نتشرط على الاسبرونس نقولها لا اعطيني الشريف فلاني والشريف فلاني انت مالك ولو انه هذا حقك معناها هي حق نيغوسياسيون هي تختلف هما يقبلوا انا واحد من الناس مع سي حمدي معناها نحترمه برشا معناها نحبه برشا ما نجمش نجي في وجهه ونقول له راه سي حمدي ديرو ما نجمش ولا وما يعجبنيش السوم هذا انا واحد من الناس ما نجمش وهو يعرف شيء هذا لي انا في 4 سنين في الاسبرونس لا فما حتى تنهار هزيت التليفون وكلمته قلت له راني نحب فلوس وحاجه بفلوس ما كلمته حتى نهار وشاهد هو هاك يسمع فينا ما شنو صار وقتها ما صار حتى شيء انا نقول له معنا راه مازلت ارخم وبلاش يغرجي حاجه ما خير كل شيء وهو معنا حقيقه كان معايا معناها التمرير على الاخر قال لي اوكي تحب تعاود انا نحن نحب نعاود لك مرحبا بيك وشيء معنا لا حكينا له في فلوس لا في حتى شيء فهمتك مشيت جا لوفا نتاع السعودية قلت له راني خويا راني لهنا سي بون في 4 سنين هزيت فيها كل شيء عشان باش نلعب العام الجاي صحيح سامحني غير هزيت كل شيء هزيت شامبيونز ليج كوبا راب كوب شامبيون وسوبر كوب عشان باش تلعب ما عاد عندك حد شيء ما تهزه في الاسبيرونس من لموك شوية لبون لموني غير شوية بون مش لموني انا شكون الرئيس لا والله لا الرئيس جاء ماتش تاع بنزرت وقال لي اطلع انت معناها غير في الشامبيون بالعكس جاء غير يومي معناها يقول لي كيفاش الحكايه هذه؟ الحكايه هذه بعد ما صححت نورمال صححت خاطر ما شاورتوش ما قلتلوش راني هنا صححت شفت تصويرك للعباد بعد تقابلت معاه كان جاء هو معناه ما يحبنيش ولا ما نعرفش انا راهو باش يلومني ما يقولوش اطلع انت وهز قال لك اطلع هز انت التيتر اي قال لي انت اطلع انت وهز اي وقتها مع سيابي اخر ماتش ايه معنا في واحد نصور مشيت قلت له اخوي الله يرحم والديك انا اخوي جيت معنا 4 سنين عملت فيهم كل شيء وهزيت فيهم كل شيء انت معنا حبيت تعملي الجيست هذه يرحم والديك ما وهزيت وانت وقتها هزيت وانا وسامح واضح قلت لي لموك قلت لي قبلك شكون لا مش لموني معناها تقولوا لي هي وقتاش ترجع كل شيء رجعنا كل شيء جمهور ولا مسؤولين لا الجمهور لا المسؤولين وقتها نتفكر سرياض والله العظيم كما هكا قال لي انت جيت معانا من جابس لعبت معانا وخرجت معانا نظيف جيت نظيف ولعبت نظيف وخرجت غير نظيف رغم اللي برشا ملاعبيه اخرين حتى من ابناء النادي كي خرجوا في الظروف هذيك مثلا نتفكر الكلام تاع اسامه الدراجي انا لاموا عليهم شويه كي خرجوا ليبر اي لاموا عليهم انت والوضعيه اللي خرجت فيها فهمت انا وقت اللي خرجت هزوا شامبيونز ليج معناها اللي التاريخ نتاع جمعيات في تونس ما هزهمش
احنا وقت الجينيسون هذيك معناها هزيناها غير 6 شهور، معناها مستحيل معناها تجي جينيسون اخرى وتعودها. صحيح. انتبه ما تعتبرهاش خطوه للخلف التحول ابها، معناها تراجع تحبوها تكن رياضيا افضل اسم اكبر من ابها معناها. يعني انا قلت لك رياضيا في الاسبرونز شنو مزيد باش نهز ما هزيتوش. عشان مش نلعب باش نلعب باش نلعب في الشامبيونز ليج هزيته. هزيته مرتين على بعض. بصراحة نشوف امكانياتك نتاع الكيب اكبر من ابها الحقيقة. وعلاش ما نمشيوش معنا بالخطوة بالخطوة بشوية بشوية تمشي لابها من بعد تطلع ما زلت معناها ارتور 25 سنة مازال عندي الوقت معناها نلعب في ابها. وجا كما كنت نحكي لك مرتاح عاجبني الجو في السعودية ان شاء الله العام الجاي علاش ما نمشيش جمعية مخير. باهي لعبتوا ماتش اميكال في الصيف كونتر اسبيرونس. وي احكينا شويه اللي كوليس تاع الماتش هذاك، شنو احساسك وقتها؟ اش حكيتوا مع الملاعبيه؟ عديتوا الضحك 90 دقيقه مع خليل وقتها في اللاكس. اللعبه تلعب ويحكي لي هو في حكايات صاروا معنا مع الجولات، تقول له سيبني معلم نلعب هو مازال يحكي لي معي هاب كيف على شنو يحكي لك؟ يحكي لي مع الفازات اللي صاروا في الاربع سنين، نقول له يا معلم ملعب قالت لها اتلعب الماتش، يقول لي لا هكا العام والفاز الفلاني والفاز الفلاني. وانا نقول له باهي باهي الهي فيك ما بكيش باهي. نحكيو شوية صعد على 7 فيفر 2018. 7 فيفر ما يقول لك شيء الداتا ذايا ولا تحب تنساه؟ صحيح تحب ننساه بالعكس، معنا نتصورها هي معناها الخطوة اللي زادتني معنا خاطر هو اللي يفرق بين الملاعب الملاعبي يارد الشخصية متاعه معنا يا باش تفرج شخصيتك في جمعية كبيرة من أقوى الجمعيات في الأفريق يا معنا غير باش تتعدى كأنك معنا ما لعبتش. واحدة فيهم اختار انت يا باش تعمل اسم معنا وترجحهم يطلبوا منك السماح يا معنا باش تتعدى. باش نرفع المستمعين اللي ننسى شوية الدات نحكي والاعتداء من قبل لا هو مش اعتداء، هو جاو جمهور سب جو جمهور سب وقت مش سب زاد ما فهمش ضرب معناها لا فهمش ضرب خاطر خافش كاين اعتداء وخفز باش توضحها لا ما فهمش ضرب جاء سب بالبدا بالرسمي معناها وقتها اول سيونس سي خالد يعني حفيزي تفرحوا بها حتى سي خالد دو من هالاول بحظه هو معناها جاء هوني يعني قلت لك معناها راح يحكيو معايا المسؤولين وقتها دونك وذاك العباد اللي جاو بعد ماتش الاهلي جاو طلبوا السماح باش نجيو نحكيو عليه بعد. توجعت اكيد وقتها شنو حسيت وقتها؟ حسيت معناها كانك معناها ما تلعبش معاش انا معناها وقتها خاطر مازلتش سجلت زوج اهداف في البطوله العربيه في النهايه كانك معناها ما عملت حتى شيء معناها باش ياكدوا لك اللي انت راك مازلت ما عملت حتى شيء معناها وديجا الاسبيرونس ما تلعبش على البطوله العربيه راه الاسبيرونس معناها تشوف بالرسمي راه هذيك اللي حكوا فيها معناها يهزوا معناها البطوله وكاس السلام على بعض بالرسمي انا شفتها معناها بعينيا معناها في الشامبيونه الاولى مش بيرو باش يفرحوا واحد في البيسير وكل شيء نعبد سلمت بعضها وروح السلام عليكم. تظلمت من الجمهور وقتها في الفتره هذيك تظلمت وقتها نتصور معناها خسرنا مع المتلوي كلوب وقتها ضيعت هزيت المحل مش مشكله تعتبر هزيتها انت وقتها هزيتها انا ومعز نصور وقتها الماتش هذا حتى معز في الزوبريود هذيك معناها لموه بالكدا هذاك هو غير شنو صار شخصيه معز وشخصيتي انا يا باش تعدى على جنب ويعرف تحد وسي بون ولعب بك العام وكا يا معناها باش تفرض اسمك واضح باهي. وصلنا الوقت الاخبار نمشيو للاخبار من بعد مواصلين الحوار نتاعنا مع سعد بقير نحكيو بعد شويه حكينا من الاول على شويه صعوبات مع الجمهور بعد لكن بعد الجمهور تغنى اكيد بسعد كبير سعد بقير عفوا نمشيو للاخبار بعد مواصلين في زون ميكس.